الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا إلى نعمة طلب العلم التي تعتبر أعظم نعم، بها يعلم السالك كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. بنعمة العلم تصح عقيدته، وبنعمة العلم يكون سببا لهداية غيره. ومن أهداف المركز أن يمكن طلبة علم أقوياء متمكنين في العلوم الشرعية في جميع فنونها، حتى يكونوا غدا قادة للأمة الإسلامية، ويصبحوا بإذن الله أئمة يهتدى بهديهم، ويستمسكوا بإذن الله سبحانه وتعالى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليكونوا دعاة إلى الله على البصيرة. ومن أجل هذا يحاول المركز كل محاولة أن يتابع طلابه في تحصيلهم العلمي، لأن بهذه المتابعة يستطيعون بإذن الله أن يصلوا إلى الهدف المنشود. وهذه الدروس التي تلقى عليكم كلها مقصودة، كل درس يلقى عليك هو مقصود، وكل محفوظ تطالب بحفظه فهو مقصود. ولا يمكن أن يكون الإنسان عالما حتى يجمع جملة كبيرة من العلم، بعضها تحفظ وبعضها يكتفى فيها بالفهم، والتي تحفظ أيضا لابد أن تكون مفهومة. أما إذا كان الإنسان يدرس ثم ينسى يدرس ثم ينسى، فإنه لن يصبح عالما أبدا، ولا بد أن يجد الأول الآخرة، يجد الآخر الأول والأول الآخرة. بمعنى إذا تعلمت شيئا فأثبته حتى إذا جاء علم آخر يكون مزيدا عليه. أما إذا صار الإنسان يحفظ ثم ينسى يحفظ ثم ينسى، ولو مكث في طلب العلم 20 سنة 40 سنة، فإنه لن يتمكن من العلم. فمن أجل هذا وضع المركز برنامجا جديدا في هذا العام، وسوف يزاد عليه إن شاء الله في السنوات القادمة. أما هذا البرنامج في هذا العام يكسر به الطلاب الذين في الفصول الانتقالية الذين في الصف السادس، فإنهم لن يدخلوا الاختبار إلا بعد مرحلتين كبيرتين. المرحلة الأولى مرحلة التسميع، يسمع محفوظاته في القرآن من سورة يوسف حتى الناس تسميعا متقنا طيبا، ثم يسمع الأربعين النووية، هذه الأحاديث كلها يسمعها، ثم يسمع كذلك متن الجزرية. هذه المرحلة الأولى، كل طالب في الصف السادس لابد أن يمر على هذه المرحلة. فإذا انتهى منها انتقل إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة المقابلة، يدخل في المقابلة الشخصية، وفيها يختبر في أخلاقه وسلوكياته وسوالفه. لما كان في المركز كل ما سجل عليه يدخل في النظام وينظر أين وصل، ماذا فعل، هل تاب أو لا يزال في أخلاقياته. ثم يختبر في المعلومات العامة التي فيها الفرنسية وغيرها من علوم الآلة، كل ما درس ينظر هل هذه المعلومة موجودة أو انصرفت وذهبت ودرست. فإذا نجح في هذا الآن استحق أن يدخل في الاختبار. فهاتان العقبتان أمام كل داخل في الاختبار. فبعد هذا إذا دخل في الاختبار ونجح استحق أن ينتقل إلى أول متوسط، واستحق أيضا أن يكون معه شهادة. أما انتقاله إلى أول متوسط فليس لازما، لكن إن أراد هو أن يواصل فلا بأس، أما الشهادة فإنه يعطى.
بعد هذا إذا كان الطالب في ثالث متوسط فله مرحلتان أيضا، المرحلة الأولى مرحلة التسميع، يسمع القرآن كاملا، ليس أنه يلقى عليه أسئلة في بعض الأجزاء، لا، يسمع القرآن من أوله حتى آخره تسميع طيبا. فلذلك الطلاب الذين يتهربون عن التسميع إنما يضرون أنفسهم، فبعض الطلبة يتهرب لا يريد أن يسمع، يؤخر يؤخر، إذا جاء وقت الاختبار وضاق الوقت فكل من لم يسمع يترك، فلن نتكلم في هذا الأمر، إن أردت أن تسمع فسمع، وإن أردت أن تتهرب فتهرب، لكن اعلم بأن وقت الاختبار إذا أتى وكان ضيقا ولم يستطع أن يستمع إلى الجميع فإنه يكتفى بالذين انتهت تسميعاتهم. فالذين في ثالث المتوسط يسمعون القرآن كاملا. فأنت الآن ابحث عن شيخ الذي يعني شيخ أو الشيخ الذي وكلت إليه، ابحث عنه وامشي وراءه مشية الصبي خلف أمه حتى تسمع، إن لم تفعل فمضرته راجعة عليك. تسمع القرآن كاملا، والجزء الثالث من الصحيحين تسمعه كاملا، لكن هذا خاص في هذا العام، أما في السنوات القادمة إن شاء الله فكل من كان في ثالث متوسط يسمعون الأجزاء الثلاثة الأول كلها، الجزء الأول والثاني والثالث، هذا يكون في العام القادم إن شاء الله. تسمع هذا حديثا حديثا حديثا، وتسمع 500 بيت ويزداد أربعة أبيات، 504 أبيات إلى باب آخر باب أفعل التفضيل من الألفية، تسمعها كاملا، كل هذا في الثالث المتوسط. بعد هذا تستحق الدخول في المقابلة، المقابلة الشخصية، تأتيني تجلس معي وجها لوجه وينظر في سلوكياتك وأخلاقك كما كنت في المركز، وتختبر أيضا في المعلومات العامة التي تتعلق بالعربية، تتعلق بالحاسوب، تتعلق باللغة الأخرى. فإذا نجحت بهذا فأنت الآن تستحق أن تدخل في اختبار انتقالي من المتوسطة إلى الثانوية. فإذا كان الحفظ ضعيفا لم تستحق دخول المقابلة، فإن لم تنجح في المقابلة أيضا لم تستحق الدخول في الاختبار، وقد تدخل في الاختبار أيضا ولا تنجح، والاختبار يجري عليك على حاله، بمعنى بعدما سمعت القرآن كاملا هذا لن يرفع عنك الاختبار في القرآن كما كان، 20 أسئلة أو ما يقاربها تلقى عليك في اختبار الانتقال، هذا يختلف عن تسميعك للقرآن سابقا. أما في العام القادم إن شاء الله الذين سيكونون في الثالث الثانوي فإنهم يسمعون القرآن كاملا، ويسمعون ألفية كاملة، ويسمعون الأجزاء الستة كلها كاملة من الصحيحين حديثا حديثا، ويسمعون 444 بيتا من الشاطبية، أي إلى آخر الأصول قبل الفرش قبل سورة البقرة وهكذا. والذين في الكلية قبل أن يصلوا إلى النهاية السنة الرابعة إن شاء الله سيرسم له أيضا، كل هذه داخلة وزيادة، كل هذه داخلة وزيادة، ألفية داخلة كاملة في الكلية، والشاطبية كاملة داخلة، والقرآن كامل داخل، والقراءات والروايات كلها داخل، والأجزاء الستة من الصحيحين كلها داخلة، كل هذه النافلة، ثم تأتي الواجبات بعد ذلك. فنريد أن يؤخذ العلم بحقه، نريد أن يؤخذ العلم بحقه، لا نريد يقول درس وتعلمت، لا، إما أن تبقى متعلما وإما أن تنصر. والحمد لله بدأ بعض الناس ينصحبون، علموا أن الأمر ليس بلاعب، وكما تعلمون المركز هذا لم يبنى للجميع، إنما بني للمتميزين، للطلبة المتميزين، وليس لكل أحد، فهو ليس صالحا لكل أحد، فهو للمتميزين في العلوم، للمتميزين في الفهم، وللمتميزين في الطاعة والعبادة، وللمتميزين في تقوى الله سبحانه وتعالى، والمتميزين في كل شيء، في الدعوة إلى الله عز وجل، فهؤلاء المركز لهم. فلذلك الذي بعض الناس، بعض الطلبة أحسوا في أنفسهم ضعفا،
وعلموا أنهم لن يستطيعوا المواصلة فانسحبوا بأنفسهم. ومن أراد أن يسلك مسلكهم فالطريق مفتوح، وإلا ليس هناك أي مجاملة، والعلم لا يسد ثغره إلا العلم. العلم لا يقوم مقامه إلا العلم. أما المجاملات في العلم وشراء الشهادات، كل هذه لا تغني عن العلم شيئا. والمركز يريد أن يكون عندك علم حقيقي. إذا الذين في السادس أمورهم راجعة إليهم، والذين في الثالث المتوسط هم كذلك أيضا. فمن أراد أن يسمع فليفعل، ومن أراد أن يتهرب، لأنه بلغني أن بعض الذين لا يعرفون شيئا يقولون هم سيؤخرون قليلا قليلا، حتى إذا ازدحمت الأمور في آخر مطاف فتح الباب يقول ادخلوا، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. فلهذا ليس كل باب إذا ضاق اتسع. بعض الأبواب إذا ضاقت ازدادت ضيقا، وهكذا ها هنا. فاجتهدوا وتعلموا. والذين دون تلك المرحلة أيضا عليهم أن يستعدوا لهم. الذين مثلا في الخامس أو دون الخامس الرابع عليهم أن يستعدوا. وربما هذا النظام سيسري حتى الذين في الفصول التي دون فصول الانتقال، حتى الذين ستكون هناك بعض المواد يختبر فيها الطالب في السنوات القادمة إن شاء الله، يختبر فيها الطالب قبل أن يدخل في الاختبار ولو لم يكن في الفصول الانتقالية. فهذا كله في مصلحتك أيها الطالب، كل هذا في مصلحتك لتستفيد علميا، لتكون نافعا للأمة الإسلامية، ليستفيد من علمك الناس، لتستفيد أنت أيضا. وأنتم تعلمون بأن العلم في تأخر، والناس الآن يتهربون من العلم، فصار العلم في دروس وذهاب لا يناله إلا القليل. ونحن نريد أن نرجع هذا العلم الشرعي إلى عهد السلف، كما تعلم هؤلاء وكما تفننوا في العلوم الشرعية وكما تمكنوا فيها. كذلك نريد أن يكون أمثال هؤلاء في هذا الزمان، يكون فيكم مؤلفون، من يؤلف الكتب المؤلفات الكثيرة، هذا يؤلف في علوم القرآن، وذاك يؤلف في علوم الحديث، وآخر يؤلف في العلوم اللغوية، وهذا ويكون فيكم مترجمون، هذا يترجم إلى اللغة الفرنسية، وتلك وذاك يترجم إلى اللغة الإنجليزية، وهذا يترجم إلى لغة أخرى، إلى لغات أخرى. نريد يكون فيكم مترجمون. هل حتى إذا كان فيكم من يترجم إلى لغة الجن، ما عندنا مشكلة، نفتح له الباب يترجم. نريد يكون فيكم علماء متمكنون، كذلك يكون فيكم باحثون يبحثون في مسائل دقيقة، يكون فيكم من يحكم على الحديث صحة وضعفا، مثل ما فعل الشيخ الألباني رحمه الله. نريد أن يكون فيكم ليس واحد اثنين، كثر جماعة يحكمون على الحديث عندهم علم. ونريد أن يكون فيكم متمكنون في التفسير في الشروح. هكذا نريد أن يكون المركز منبعا للعلم الشرعي، وحتى يكون عالميا ويؤتى من كل مكان ليستفاد من هذا العلم. فالعلم لا يعرف اللون ولا الدولة ولا اللغة ولا أحد، وإنما هو بالاجتهاد بعد فضل الله سبحانه وتعالى. العلم لا يعرف دولة، ليس هناك دولة معينة لا يتعلم إلا فيها. والعلم لا يعرف الجنس، ليس هناك جنس معين لا يتعلم إلا عنده. والعلم لا يعرف اللغة، ليس هناك لغة لا يعرف الجنسية، ليست هناك جنسية معينة لا يتعلم إلا عندها. فلذلك اجتهدوا. فالشيخ الألباني رحمه الله من علماء الكبار، لكنه لم يكن من العرب بل هو من العجم. والإمام البخاري رحمه الله كما تعرفونه هو أيضا من العجم، لم يكن من العرب. فهذا كله دليل بأن هذا العلم ليس له نسب وليس له لون وليس له لغة، وإنما هو لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إن كان مخلصا في طلبه وكان مجتهدا. هكذا نريد أن يكون كذلك. فالناس يأتونكم يتعلمون منكم العلوم كلها، فالذي يريد اللغة يجد من يعلمه فيها، والذي يريد العلوم في القرآن يجد من يعلمه فيها، والذي يريد العلوم الحديثية يجد من يعلمه فيها، وهكذا. حتى في العلوم الدنيوية الحاسوب وعلوم الآلة، كل هذه نريد أن تكون متوفرة. بهذا يصلح أن يكون مركزا للعلوم الإسلامية، مركز العلوم الإسلامية، أي جميع العلوم الإسلامية لابد أن تكون متوفرة
وكذلك العلوم التي تساعدك إلى العلوم الإسلامية أيضا من العلوم العصرية المفيدة، كل هذه أيضا تكون مفيدة. هذا المركز لأمثال هؤلاء الذين يريدون أن يصبحوا من هؤلاء أو من ضمن هؤلاء. أما الذي يريد أن يشم رائحة العلم أو يريد يتطفف على طلبة العلم أو يريد يتشبع بالعلم وليس عنده شيء، فهؤلاء ليس لهم محل من الإعراب في المركز، فعليهم بمكان آخر. فاجتهدوا، فإذا علمك الله سبحانه وتعالى وفتح عليك باب العلم فقد أعطوك شيئا كبيرا. فلذلك إذا مات الإنسان لن يترك وراءه شيئا أفضل من العلم أبدا، مهما تركت من ورائك من الخيرات فالعلم أفضل من ذاك كله. والعلم أيضا عمره طويل، عمره طويل بخلاف غيره من الأشياء المفيدة النافعة التي يتركها الإنسان. العلم يستمر، أنت تعلم إنسانا ثم هو يعلم غيره ثم يعلم غيره، ربما يستمر هذا التعليم إلى مئات السنين بل ربما إلى أكثر من 1000 سنة، كما نحن الآن نستفيد من علوم هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب قبل 1000 سنين. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا العلم. وأختم الكلام بالحث على الإخلاص، ليس لك سبب للوصول إلى هذه الغاية السامية العالية الكبيرة إلا بإخلاص من الله سبحانه وتعالى. فعليك دائما بالإخلاص، طالب العلم دائما يفتش نفسه ويحاسبها على الإخلاص، هل دخل الشيطان أو يريد أن يدخل أو كان أن يدخل، يصد جميع المداخل الشيطان. فإذا دخل الشيطان في قلب طالب العلم فقد أفسد عليه دنياه وآخرته، لأنه يعذب بعلمه هذا يوم القيامة إن لم يكن مخلصا. أما إذا كان الإنسان مخلصا في طلب العلم فإن الله يوفقه ويسدده ويفتح عليه ما لا يفتح على غيره ويفهمه ما لا يفهم فيه غيره بسبب إخلاصه. فمن تفوق عليك في الإخلاص والاجتهاد فهو المتفوق، وإن كنت متفوقا عليه في نيل درجات. ليست العبرة أني كنت ممتازا أو حصلت على شهادة أو نلت تلك درجة، ليست تلك العبرة، لكن العبرة ما عند الله سبحانه وتعالى وما يكون من توفيق الله لك بعد التخرج. فأنت تحتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى في طلبك العلم وتوفيق الله في طلبك العلم، كذلك تحتاج إلى توفيق الله لك بعد طلبك للعلم. فكم من متعلم تعلموا ثم أصبحوا لا يفيدون أنفسهم فضلا أن يفيدوا غيرهم، وكم من متعلم علما قليلا فقط لكن الله نفع بعلمه كثيرا، وأنتم تعرفون هذا. وربما تجد إنسان تعلم كبيرا، تعلم كثيرا، مكث كثيرا في طلب العلم لكنه لم ينتفع هو بنفسه بعلمه فضلا أن ينتفع به غيره. فمرد الأمور كلها إلى ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.